استريحوا واسمعوني. كأنه مفاصلكم بلشت تتصدي. نحن؟ أكيد أنت عم تمزح سيدي. يا غر، أنت عم تتواب؟ لا مو هيك. يا غر، هلأ كلياتنا رح نتعاقب بسببك. يظهر إنكم لسه ما فقتوا. تمرين الضغط. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. Ordu veririm vatan için and içerim damla da yıkanılmazsa bu bayrakta can veririm gözlerinde kan içinde intikam var askerimin şehitlerimin intikamı anlayacaktır söz veririm biz bu yolda söz verdik dönüş yok artık canlı bayrağımız dalgalansın şanı şanlansın bu vatan onca şehitlerin bize armağanı durma gururlan sen de eline al bu bayrağı söz ağızdan çıktığında namus demektir vatan namus şereftir vatan millet demektir kenetlenip bütünleşir bu millet bayrak için bu bir bordo yemini son nefesim vatan için söz veriyorum Allah'ım yine bu vatan uğruna can versem bile sözüm sözdür pes etmek yok söz veriyorum hatta için size söz veriyorum Allah'ım yine bu vatan uğruna can versem bile sözüm sözdür pes etmek yok söz veriyorum hatta için size söz söz gökte hilal dalgalanacak söz söz kanın yerde kalmayacak söz söz şehitlerimin şanı bu dağlarda bu bayrakta bu sancakta şanlanacak Ya عيني طلعوا على الاسود ما شاء الله عليهم الله يحميهم لا تكون حابب تركض كمان مجاهد ممكن تسكت شوي ولا هالرياضة ما رح تخلص حضرة الضابط في لك اتصال ضروري كتير من الضابط أردام سيدي ايه سيدي شوف فهمت عليك سيدي انتو نفدتوا من الركض في شي عملية سيدي ايه اجت بوقتها بعض الرياضة اجتمعوا مشان شهدانا متأكدين انه هاد هو العنوان؟ من هون للمدينة ما في موقع بيقدروا يوقفوا فيه أفضل من هذا المكان ما بيقدروا يغامروا مع كل المخدرات يلي معهم وصلتنا معلومات انه عم بتصير حركة بهذا المكان هن استخدموا هالموقع من قبل هاد هو شوفوا هالشوفة في رجال مسلح انتبهوا يا رجال حافظ خبر القوات الثانية انه نحن جاهزين تحت امرك سيدي نحن جاهزين وحددنا المكان مفهوم فريق القوات الخاصة جاهز سيدي علم
كل الوحدات اسمعوني كتير منيح. الهدف عبر الحدود وجاي باتجاهكم. نحن عم نلاحقه. قديش بدكن وقت لتوصلوا على الموقع؟ شي 10 دقائق تقريبا. انتبهوا بعد شوي رح نبلش. هاتوهن، حطوا هالصناديق هون. تعالوا. رح نضل عم نستنى سيدي؟ رح يكون التحرك مشترك. معلوماتنا الاستخباراتية مزبوطة سيدي. هدول عم يستعدوا ليطلعوا البضاعة. يا ترى شو المفاجأة اللي موجودة جوات هالصهريج؟ يلي جوات هالصهريج واضح. يلا استعجلوا شوي. رح نطلع البضاعة. قديش عددكم؟ 10. ونحن 8، بلشوا بالتنزيل ونحن حنراقب. بعدين منبدل الأدوار. تمام، يلا تحركوا. هل عديمين الأصل بدهم يسمموا أولاد وطننا بهالسم؟ كانوا ناويين على هالشي بس هلأ ما عاد يقدروا. كل الوحدات جاهزين مشان نبلش؟ جاهزين. ونحن جاهزين. ونحن رح نبلش من موقعنا. تمام، ونحن رح نتحرك فورا. صياد انت بمكانك؟ مثل كل مرة عم تفرج على الحفلة من برا. لكن لا تنسانا من رسالك. انساكن؟ لا تخاف، كأني موجود بيناتكم سيدي. يلا. مو اسلحتكم، ليش ما بتسمعوا الكلمه ولعك؟ انا رح بلش لك. عدد كبير سيدي. ما عندهم فرصة. رفع عليك يا غر. تسلم سيدي. Thank you.
اطلعوا من عندكم. ممكن يصير انفجار بأي لحظة. أنا عم كرر، اطلعوا من عندكم فورا. اكتبوا في بنزين. انتبهوا راح يشعل البنزين. يلا احموا حالكم بسرعة. ممكن هالمكان ينفجر. ما حدا يغوص يا رجال. راجعوا على مهلكم. يلا كتير، تسلم ايديكم. العفو، هذا واجبنا. شكرا لك ضابط يافوز. العفو، نحن دائما بخدمة الوطن. حضرة المفتشة، في مخدرات بقيمة 50 مليون. لهالدرجة هي غالية؟ أرباحهم كبيرة من هالسم. فكرك ليش عم بيموتوا مشانه؟ جولاقة مشتري الأسلحة من المصاري اللي بتجي من المخدرات، وغير هيك هو عم يحاول يأسس دولة جنبنا عن طريق المخدرات. هذا هو أكبر أهدافه، هو عم يحاول يأسس دولة. إيه بس هالشي ولا بأحلامه. يسلم تمك حضرة المفتشة. مشان نتأكد إنه كل البضاعة صارت بأمان، نحن رح نضلهم بأمرك. تحت أمرك. ايه يافوز، تمت العملية بنجاح سيدي. ألف الحمد لله، ما في لا شهداء ولا جرحى. ايه ممتاز، الله يعطيكم العافية. فرع مكافحة المخدرات رح ياخذ البضاعة من هون. خلوكن عم تقدموا لهم الدعم. لا تتركوهن لتتأكدوا انه البضاعة وصلت على المركز بأمان. يافوز تحت أمرك سيدي. نعم سيدي. ضابط أردام والمدير كينان محتجزين كرهائن بسيارة، وبنت المدير كينان معه. وين هني؟ ومين هادي اللي تجرأ يحتجزهم؟ لسه ما منعرف مين اللي احتجزهم. طيب شو هدفهم سيدي؟ بدهم ياخذوا المخدرات، وإلا رح يفجروا السيارة فيهم هن الثلاثة. سيدي إذا عبرنا الحدود من هي الجهة منوصل للطريق الرئيسي.
وشو مشان أمن الحدود؟ لا تقلق، في إلنا أصدقاء بالطرف الثاني، منشرح لهم الوضع على الطريق. طيب. وأنا خبرت حضرة المحافظ عن العملية، إذا واجهنا مشكلة نتواصل معه. ليلي ترافقوا البضاعة، أنا والغر رح نروح، بركة منقدر نفكك القنب ليلي. مفهوم سيدي. انتبهوا منيح يا رجال، يلا. تحت أمرك. أمرك سيدي. وبعدين منرجع. شو الخطة؟ رح نروح منخلص على كل الإرهابيين وبعدين منرجع. بهالبساطة هاي؟ عاشق دائما ببسط كل الأمور، بالحقيقة صعبة شوي. الشي اللي بيخلي هاي العملية خطيرة كتير لأنها حساسة بنفس الوقت. الضابط أردام والمدير كينان وفي طفلة صغيرة، ممكن حياتهم كلهم تضيع بسبب أي غلط ممكن نرتكبه نحنا يا رجال. وأخونا صعب الشرح شوي. أنا بفضل الخيار الأول، العملية صعبة بس منحلها. أي فهمت عليك. برافو حضرة المفتشة، هي أول مرة حدا بيفهمه لمشاهد. أنا دائما هيك ببسط الأمور. أنت هيك؟ طبعا. يعطيكم العافية، أنا الضابط يافوز كاراسو، أنا من فريق الضابط أردام. أهلين ضابط يافوز. اللي شو الوضع هون؟ إذا ما وصلت البضاعة خلال 45 دقيقة بيفجرون. بعرف ضابط أردام خبرني بهذا الشيء. هنن تحركوا؟ تحركوا. بيكون منيح إذا بتخبرون على الوقت. حافظ وين صرتوا؟ لسه بدنا ساعة لنوصل سيدي. ما في معكم غير 45 دقيقة. شو قصدك سيدي؟ إذا ما وصلتوا البضاعة خلال 45 دقيقة الواطي رح يفجر السيارة فيهم. هذا الشيء كتير صعب. بعرف إنه صعب بس لازم تسووه. تحت أمرك سيدي. أتاش خبر شوفير الصهريج يستعجل شوي. يلا استعجل شوي مجاهد. يا عيني عليكو، هاي قوة العساكر والشرطة لما يتحدوا. كانوا مفكرين انهم رح يوقعونا بهالفخ. يا رجال صراحة الشغل معكم كتير حلو ممتع. اهلين وسهلين فيكي بيناتنا دائما، والشغل معك رائع ما شاء الله، شجاعة وقوية. سيدي نظفنا المكان، ما في أي مشاكل. ماشي حافظ، ألف مبروك. وهون نضيف، ما عنا جرحى والمساك الإرهابي. ماشي سيدي، معناتها رح نرجع فورا. ماشي بس انتبهوا. كيف وضع الكل وكيف المدير كينان؟ كلياتهم بخير، مسكوا الإرهابي ما انفجرت الكمية أو انفجرت بمكان تاني. أنا مبسوط يا رجال، الشرطة والعساكر إيد بإيد. عن جد العملية كانت كتير حلوة، نحن هاجمنا على جبهتين، أخذنا البضاعة ودمرنا القنبلة، اتحدنا مع الشرطة. والله أنا بعشق لوظيفتنا يا جماعة، صدقوني. أخي كأنك كتير مبسوط هالمرة، خير؟ كأنه بهالعملية أفرز هرمون السيروتينين أكتر من الأدرينالين. هذا من وين بيطلع لي بهالكلمات الغريبة؟ هرمون السعادة يا مجاهد.
لا تكونوا عم تربطوا هذا الموضوع بشي دام ها؟ إذا عم تفكروا بهالطريقة ما حدا يتحمس أبدا يا رجال. مزبوط إنها بنت منيحة كتير وحلوة وظريفة، وحتى هي مفتش يعني مكانتها كبيرة، وهي قوية بالاشتباكات يعني كاملة مكملة، صبية حلوة وكمان بتعرف تستخدم السلاح وقوية. ايه شو المانع اخي؟ ما بتزبط. وليش ما بتزبط معك؟ ما لفتت نظري. وشو اللي بيلفت نظرك بالنسوان انت؟ يلي بيلفت نظري بالنسوان أخي. رجاء بلا ما تبلش، ما بيخلص لبكرة الصبح. ها البنت ظريفة وحلوة، شدام خانم يعني باينتا إنساني منيحة. يا حبيبي تاري عاشق هو يلي على الآن بشباكة. شفتوا العاشق بيفوت على القلب بدون إذن. ايه مو على الفاضي لقبك العاشق. ايه شو الواحد ما بيعرف يحكي قدامكم كلمتين فورا بتبلشوا مسخرة؟ اسمعوا على هالحكي. شو المانع؟ انت رجال حلو وعزابي، منساويكم عرس وخلصنا. يا ربي دخيلك، قال بده يسوي لي عرس. اسمعوا. انت بالاول ساوي عرسك وبعدين تعال لعندي اخي.